شاهد لم يعتاد المواطن البغدادي على رؤيتها، فهذه الطرقات تبدو شبه خالية من المركبات سوى من يحمل بطاقة تعريفية تؤكد استثناءه من حظر التجوال يستطيع المرور عبر السيطرات الأمنية. عوائل عديدة قد أثرت تلك الإجراءات على معيشتها، فهنالك من تعتاش على أجر يومي مضطر المعيلين لها على البقاء في المنزل تنفيذا لأوامر الحظر الوقائي. فرق شبابية تطوعت لمساعدة تلك العوائل بسلة غذائية أو مبلغا من المال لكل عائلة حسب رغبتها. اشتغلنا بكل منطقة أنه شخص يراسلنا عن طريق الفيسبوك يقول عندي أنا فلان وفلان فلان من عوائل محتاجة، فقمنا نوزع. بديناها أول شيء سلات غذائية ولحوم، وراها قمنا نوزع مخضر بتعاون مع بعض العلوات. يعني اللي مثل حالي هسه أنا ما عندي مثل أشتغل أزيد يوميتي 20,000 يعني أو 15,000. أشتغل يومين ثلاثة، يعني مثل عندي أطفال مثل كحليب كحفاضات كشيء إجور مولد شيء ما أقدر أسيطر عليها بشيء. يعني هاللي ينطوني أنا خلف الله عليهم بارك الله بيهم، يعني تمشي وغوتي شوية تدفعنا يوم يومين ثلاثة نمشي نفسنا بيها. إحنا مستعدين نساعد، أنا من الناس قلت، بس أتمنى أن توصل هاي اللي أعطيه أنا يوصل فعلا لهذا الشخص. ممكن مجلس بلدي بس أكو ناس معروفين يجي ياخذ يقول يا أبا ترى هيك أكو ناس عوائل محتاجة، أني أشياء قد أقدر أنطي إلى الآخر والآخر حتى إيش يصير بيئتنا التكافل الاجتماعي. أتمنى القوات الأمنية ومن خلال مبدأ التكافل الاجتماعي بادرت هي الأخرى إلى جانب الفرق التطوعية المدنية بتقديم المساعدات إلى العوائل المتعففة وذوات الدخل المحدود، كما صرحت عن تسهيل حركة الفرق التطوعية لتقديم تلك المساعدات. في كل منطقة الآن أكون متبرعين من أهالي المنطقة، في كل منطقة سواء كان من التجار أو موسيقى الحالة أو الشباب ينسقون مع قطاعاتنا على متحركتهم، فيتحركون للعوائل اللي هي ما باستطاعتها أن تعرفين أنت هسه الظرف اللي مر به ومنوع حظر التجوال، فقمنا نوصل لهم بسيارات الشرطة الاتحادية لبيوتهم حسب الطلبات. فيما تنوي هذه الفرق على مبادرة جديدة وهي إطفاء الديون للعوائل المتعففة وتزيد إجور الاشتراك للمولدات الأهلية، مؤكدين على استمرارية هذه الحملات التطوعية لحين انتهاء الأزمة الصحية وعودة المواطنين لمواصلة أعمالهم اليومية كما كانت في السابق.